لم يسعف أم عاصف البرغوثي عمرها وهي السيدة الستينية من بلدة كوبر شمال رام الله من الاعتقال والضرب والتنكيل داخل سجون الاحتلال بالرغم من وضعها الصحي الصعب. الأسيرة المحررة أم عاصف البرغوثي زوجة المناضل الراحل عمر البرغوثي أبو عاصف ووالدة الشهيد صالح البرغوثي والأسير عاصم البرغوثي وشقيقة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة جاسر البرغوثي تحدثت لشبكة وطن الإعلامية عن ظروف الاعتقال القاسية. والله الحمد لله رب العالمين، ألف حمد شكر لله والشكر للمقاومة والله يجزيهم الخير عنا. والله الأوضاع زي الزفت، يعني الغرفة اللي فيها اللي بتاخذ أربعة حطوا فيها 11 والأكل هم اللي بيجيبوه، يعني إشي الدجاج بيجيبوه بنشبه رأسا يعني بس يجيبوه الأكل بيكديش ولا يعني كل إشي صار مش منيح. أم عاصف و 29 أسيرا وأسيرة تحرروا فجر اليوم ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل ما بين المقاومة والاحتلال مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين أسرى لدى المقاومة. أسوأ مرحلة مروا فيها البنات هو شارون، تعرضوا فيه للضرب وتعرضوا فيه للتفتيش العاري وشبه العاري، كانت هي المرحلة الأسوأ. جوعوا الفتيات عمدا، يعني واحد من الأيام كنا أكثر من 24 ساعة بدون أكل وبالآخر حكى أنه ما في داعي أصلا أنه تاكلوا. امبارح أجوا 4 أسيرات وخبرونا أنه في كمان 6 أسيرات بس لسه ما وصلوش الدمون، بس في 4 أسيرات وصلوا من غزة وكانت طريقة دخولهم للقسم كثير سيئة ومش زي أي أسيرة. يعني بالعادة الأسيرات بفوتوا القسم عادي بدون ما يكون مغطى على العينين بدون كلبشات، الأسيرة بتفوت بشكل طبيعي، بس أسيرات غزة كانوا جايبينهم بدون حجاب وهم محجبات بلبس الجيش، وكان الواضح أن المعاملة تاعتهم كانت سيئة وكان صار لهم 5 أيام بيعزل لحالهم. بالبداية من أول ما اعتقلوني حطونا تقريبا 8 بنات داخل زنزانة مترين بمترين، كنا ننام فوق بعض قضينا فيها 3 أيام. وبعد ما تم نقلي لسجن الدامون طبعا كانت الأعداد الأسيرات كبير جدا، كنت أنام على الأرض، كان ممنوع، كانوا ساحبين الأجهزة الكهربائية، كانوا حرمينا من الفورة اللي هي حق الأسيرات والأسرى. ما بعد 7 من أكتوبر الماضي تضاعفت الإجراءات التعسفية داخل المعتقلات، تفتيش عار وحرمان من الأغطية والملابس والمستلزمات الخاصة بهن فضلا عن تقليل وجبات الطعام وحرمانهن من الرعاية الطبية والتعذيب والمعاملة القاسية. أسفرت لغاية إعداد هذا التقرير عن استشهاد 6 أسرى داخل المعتقلات. الأمور صعبة كثير، الأمور يعني كان كل إشي صعب، كان عندنا تهديد ضرب، كانوا يعني الأسرى معاملتهم مرضى، ما كانوا يجيبوا لنا أدوية، ما كانوا يعالجونا، كانوا الأكل ما يجيبوا لناش أكل، يعني كل كانوا يدخلوا علينا بسلاح، كانوا يهددونا. الأكل بيجيب لنا صار يعمل هو الأكل، بكان احنا نعمل الأكل بالغرف بس المصاحب الأجهزة الكهربائية صاروا يعمل الأكل، الأكل كل صحن لاثنين. يذكر أن المقاومة الفلسطينية نجحت في تحرير 180 أسيرا وأسيرة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 60 أسيرا لدى المقاومة في قطاع غزة.